السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ إبراهيم من مدونة المهندس المحترف. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي تحدث الأندرويد بتاعك على هاتف ال جي جي 3 للمارشميلو اللي هو أندرويد 6، سواء أنت الجهاز بتاعك جاي عليه أندرويد 5 لولي بوب أو أندرويد جيلي بين اللي هو أو أندرويد كيت كات سوري اللي هو اللي قبله على طول. تمام، تقدروا كل الملفات ان شاء الله هتلاقوها على رابط المدونة او هتلاقوها تحت الوصف في اليوتيوب بإذن الله. لأي تواصل تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الحاجات دي. بسم الله. دلوقتي اولا طبعا التحديث دوت منزلش في الدول العربية كلها، هو نازل بره بس في الدول الأجنبية. فاحنا بنعمل يعني تريك كده من خلاله قدرنا نعمل التحديث الرسمي من ال جي نفسه، من برنامج ال جي اللي هو تبع الشركة. يعني بناخد التحديث من الشركة، التحديث الرسمي طبعا بتريك. التريك اللي هو احنا ايه دلوقتي، احنا في الدول العربية لو انا دلوقتي وصلت الموبايل بالكمبيوتر، لو فتحت هنا البرنامج هيقول لي ان في تحديث، بس هيقول لي مش هقدر اعمله، هيقول لي مفيش تحديث خالص. فاول حاجة نعملها نغير مكاننا كذا برنامج، في برامج كتير منها مثلا هو تسبوت شيلد نقدر من خلاله نغير مكاننا، مثلا بقينا في اليونايتد ستيتس دلوقتي. تمام، طالما هنا بقى اخضر خلاص يبقى بروتكتد، يبقى احنا كده تمام. نزلت دلوقتي اول خطوة خلاص عملناها ان احنا غيرنا مكاننا. تاني خطوة، اول خطوة تاني خطوة المفروض ان انت يعني هتحدث الروم بتاعك، يبقى تبقى عارف 100% ان في صور هتضيع والاسماء هتضيع، فيعمل باك اب للحاجات دي. فمثلا لما وصلت انت الموبايل، انا موصله بالكمبيوتر، تقدر تخش عليه من هنا انترنال ستورج. اهم حاجة تاخد الملف اللي اسمه دي سيم ده، تاخد منه ملف الكاميرا اللي فيه الصور بتاعتك كلها تنقله على الكمبيوتر، والاسماء تاخدها باي برنامج بينسخ الاسماء، تقدر تعمل لها باك اب على الاس دي كارد باي طريقة كانت. تمام، نبدأ دلوقتي نفتح مع بعض برنامج ال جي اللي هو من خلاله احنا كده عملنا الخطوات. اول حاجة شغلنا برنامج الفي بي ان، اي برنامج في بي ان او لوتس بيت شيلد يغير مكانك لاي دولة. غيرنا مكاننا يبقى احنا كده مش في الدول العربية خلاص، نقدر ناخد التحديث. نفتح ال ال جي، البرنامج بيفتح معانا. طبعا نسخة ال ال جي انا بتكلم على ال جي جي 3 اللي انا بطبق عليه دلوقتي في الشرح، اللي هو النسخة اللي 32 جيجا. تمام، اللي هو الدي 855 اللي هو النسخة بتاع النوع بتاعه، الفيرجن بتاعه دي 855، ده اسم الفيرجن بتاعه عشان بس عشان ما حدش يطبق على حاجة تانية ويجي يحصل مشكلة. انا بعرفكم انها شغالة على ال جي جي 3 اللي 32 جيجا دي 855، واظن هو هينفع على 16 جيجا لان هو المهم ان هو نفس الموبايل ال جي جي 3. البرنامج بس بياخد وقت معانا في التحميل في الفتح، بيعمل ابديت لو في حاجة جديدة ولا حاجة. طبعا انا هحط لكم لينك ان شاء الله البرنامج ال جي اللي انا بعمل منه التحديث، ولينك برضه الهوت سبوت شيلد لو حد ما عرفش يجيبه ولا حاجه، هحط اللينكين ان شاء الله تلاقوا مع المدونه، على المدونه زي ما قلت لكم باذن الله نوت المهندس المحترف، او تحت لينك اليوتيوب هتلاقوا لينك بالظبط كل الحاجات دي. تمام، البرنامج فتح معانا بعد ما حمل الشريط الاحمر اللي كان موجود وخلص. فتح معانا، ارى الجهاز دي 855 زي ما احنا قلنا، 21 ايه انا ما اعرفش بصراحة 21 دي خاصة بايه، انما هو اسم البرنامج دي 855. لقط الابديت، والابديت فعلا بيقول لك اهو اندرويد او اس ابجريد، بيعمل ابجريد، وهو كل الخصائص دي خصائص المارشميلو. تمام، نقدر دلوقتي ندوس. دلوقتي انا موصل الموبايل زي ما انا قلت لكم من بدري اصلا، موصله بالكمبيوتر بحيث ان انت نقلت منه فولدر الكاميرا، عملت حاجتك كلها، ظبطت دنيتك. نبدأ نقول ستارت ابجريد. بسم الله. طبعا الموبايل بتاعك يكون مشحون. طبعا هنا بيقول بيعرفك ان هو الحاجات ممكن تضيع، فهو هنا بيقول لك نفس الكلام، خد نسخة احتياطية من الصور والاسماء. اوكي، خدنا خلاص. انا بيعمل اناليزنج، منتظر عليه في الخطوة دي. طبعا اول خطوة معانا، اول خطوه معانا هنسيبه مش هنعمل اي حاجه، هو هيخلصها زي ما احنا شايفين دخل على الخطوه التانية لوحده. طبعا هنا عندك بقى هو هيحمل الروم من على النت، الروم الرسميه، وبيحولها بقى من اي حته، من موقع، من اي حته رسميه.
بيحملها، فانت هتحتاج طبعا يكون عندك نت، هتحتاج الموبايل يكون متوصل بالكمبيوتر ما يتفصلش طول ما هو بيحمل من اول ما بدأ لغاية لما يخلص. يعني حط الكمبيوتر بتاعك في حتة هادية خالص بحيث ما حدش يفصل الموبايل عشان ما يحصلش اي مشاكل في الموبايل او في النظام بتاعك، تمام؟ عشان هو يخلص على خير ان شاء الله. تمام، هو احنا نسيبه مع نفسه. طبعا انا بعدي الحاجات عشان وقت الفيديو، يعني مثلا هنا مكتوب لي 3 ساعات لان الروم 1 و200 وانا السرعة عندي 1، فهو بياخد وقت معين. خلاص هنسيبه يخلص ان شاء الله. تمام، بعد ما اكتملت عملية التحميل انا طبعا عديتها عشان الوقت. دلوقتي احنا في مرحلة ان هو بينزل الروم على العدة وبيسطبه. تمام، ودي الصورة من الموبايل، دي صورة من الموبايل اللي بيحصل على الموبايل دلوقتي. بننتظر حتى الانتهاء. تمام، الموبايل بدأ يفتح معانا. تمام، العملية 95% اهي، الموبايل بيفتح معانا. المفروض هيفتح الروم الجديدة، نشوف. بسم الله. تمام، زي ما انتوا شايفين الموبايل بيفتح معانا اهو. بيقول لي بريس اكزيت تو ريتيرن تو ذا مين سكرين، بليز فيزيت ال جي سبورت. تمام كده العملية اكتملت بنجاح ان شاء الله. تمام، سوفت وير ابجريد از كومبليت. تمام، مبروك علينا. شوف على الموبايل بإذن الله. اندرويد ابجريدنج. تمام، هو 16 من 118 اهو. ننتظر ينتهي ونشوف في الاخر الفيرمور عامل ازاي. اربعة وتلاتين اهو، 36 من 118. دلوقتي معانا 64 من 118 اهو، 65. تمام، دلوقتي 118 خلصوا. تمام، ريبيرنج. فينيشينج. بسم الله. موبايل فتح. تمام، نعمل اللوك. فتح معانا. تمام، طبعا ديت من الخصائص اللي نزلوها جديد في المارشميلو، ان هو لازم النوك كود في ال جي جي 3 ما يبقى 6 على الاقل. بيقول لي غيره وخليه 6. تمام، وزي ما احنا شايفين المارشميلو اتسطب معانا. نفتح الاسماء، اتغيرت اهي. والموبايل لما اتعمل ابجريد يعني عشان تبقوا عارفين، اتعمل فضلت عليه نفس الحاجات اللي كانت متسطبة عليه. نخش نشوف السيتنجز بتاعتنا اختلفت اهي. جنرال، اباوت فون، نشوف السوفت وير انفو. تمام، اندرويد فيرجن. تمام، مارشميلو 6. تمام كده مبروك علينا التحديث الرسمي للمارشميلو من موقع ال جي نفسه. طبعا اللي هو المفروض ما كانش متاح في الدول، بس انا قلت لكم على الطريقه من في بدايه الفيديو. كان معاكم معاذ ابراهيم من مدونه المهندس المحترف. تقدروا تحملوا كل حاجه، البرامج اللي استخدمتها وكل حاجه من على المدونه، من اللينك اللي هتلاقوه في اول الفيديو باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.